مش كنا استنينا عمي لما يخرج بالسلامة ونطمن عليه؟ عمك فرحات هيبقى زي الفل. ما تضيعيش الفرصة بقى عروسة ولا إيه؟ صرفتي نظرة عن الجوازة ولا إيه؟ أنا؟ طب أهو. ما تحفيش. دورك يا عريس. ربنا يخليك لنا سهل. ده وقته. اخلص. فأصابعكم ورموها. إمضي الشهادة الأول. الشهادة الثاني. يلا. في أسهل. هنشتري جاي يلا. إمضي. بيدي الشمال. إمضي. أنا عمري ما مضيت على حاجة سعيد. بيتك، حد يقول كده؟ حصانة. بس هتعشونا. ده مأذون. أنت مش مضيت؟ يلا. استناني جنب العربية لحد ما حاسب وأجي لك. ماشي. معاك بقى خلاص ما عادش في سنت واحد في معدتي لأي حاجة تانية. يا عم بألف هالة وشيفة، هو أنت أكلت حاجة؟ ألف هالة وشيفة، خد احفظ بدول. أهم دول بقى يطيروا أعظم انتفاخ في الدنيا. ربنا ما يحرمني من كرمك يا باشا. ولا من عينيك يا سولي وودانك ولسانك اللي بيجي لي كل شهر بأحلى أخبار تطمني على حالي ومالي ومحتالي، اللي في دنيا سالم الجرح اللي لا أول ولا آخر. اليومين دول الغزالة بعافية والمزاج مش ولا بد. ازاي؟ ليه دعوة بالفلوس اللي عنده؟ ما هي كلها منفذة على بعض بس من بعيد شوية. الله خير يا سولي طمني. واد ظابط كده كان مضايقة على الباشا ومضايقه قوي ومرخم على الآخر. طب وبعد ايه؟ انت عارف سالم بيه بقى، دايما يقابل الإساءة بالإحسان. اهو شوف الظابط قاعد يعمل ويسوي قد ايه، وفي الآخر يكون رد الباشا إنه يساعده يخش الجنة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، صحيح شر تعمل خير تلقى. وهتعملوا إيه مع الداخلية؟ هتاخد لها يومين وتهدى، ربنا يكون في عونهم. عندك حق، البلد مخرمة في إيديهم زي الغربان، لو سدوها من هنا تخر من الناحية التانية. المهم إحنا في السليم؟ طبعًا. ده انا الراعي الرسمي يا باشا. ربنا يطمنك يا سولي يا ابني، فرحتني. نورتني يا سليمان. ده نورك يا باشا. كان في موضوع كده يا باشا عايز اكلمك فيه بس محرج. محرج مني انا يا سليمان؟ ازاي؟ قول يا راجل. الواد اللي انت بعته لي. واد مين؟ سيد ابو الليف. عرب؟ يا راجل خضيتني، ماله سيد؟ كنت فاكرك بعت الواد احطه تحت باطي، هيبقى عين ليا ويساعدني. طلع عنده طموح وعايز يلعب لحسابه. يا راجل سيد دوت سهل ومفيش اسهل منه. ده غير انه وش خير وادب وادب ساعد، والمكان اللي بيخط فيه الخير بيجري وراه. اما لقى حد عندي وحرم ليه الخير ده؟ انت بس اللي تبعاني يا سولي وعايز تبقى على الحجر لوحدك. انما سيد ده واد سهل وعجينه طريه، وانت خبره وتعرف تشكلها في ايديك زي ما انت عايز. ولو حبيت تشغله هتعرف تشغله من غير ما اقول لك ازاي. ماشي يا باشا، عشان خاطر عيونك انت. تعرفي؟ انا اللي محيرني بجد ان احنا نعرف بعض من مده طويله. اكتر من 5 سنين دلوقتي. ايه بقى اللي خليك تفكري فجاه كده انك تتجوزيني؟ عايز الحق ولا ابن عمه؟ انا بتكلم جد مش بهزر. بص يا سالم، انا من اول يوم شفتك فيه وانت عاجبني. عاجبني قوي، بس ما كانش ينفع اقول لك او حتى المح لك. ايه بقى ما كانش ينفع؟ عشان بهيره الله يرحمها كانت لسه عايشه، فما كانش ينفع اي حد يقرب منك والكل شايف قد ايه هي بتحبك وبتغير عليك. ما يجش عليها غير الرحمه. وبعد ما ماتت؟ بعد ما ماتت دبت فيها الروح من تاني، وتصبر كم شهر كده وبعدين اقرب منك علشان تحس بيا. تمام تمام.
لا طبعا مش تمام. ما انت فاجئت الكل بجوازك من ريهام ورجعتني تاني للمربع صفر. بجد؟ طبعا بجد. وانا بقى عرفت الخبر من هنا رحت وقفت قدام المرايه قلت لنفسي وبعدين يا مها هتسيبي عمرك يروح منك والراجل اللي انت بتحبيه بيتنقل من واحده للتانيه وانت بتتفرجي؟ سالتني طب اعمل ايه؟ قلت لي على الاقل عرفي الراجل انك بتحبيه وعايزه تتجوزيه وشوفي رده فعله هتكون ايه. انا بقى سالتني وقلت لي اروح منكم فين انتوا الاثنين؟ ما تروحش حته. ايه في حاجة؟ ابعدي عني، اوعي تكلميني، قلبي وربي غضبانين عليكي اليوم الدين، كده؟ تسيبهم يعملوا في امك كده؟ ماشي. ده بدل ما تحطي في عينك حصوة ملح وتباركي لها هي وأسامة، بنتك اتجوزت يا زبيدة وبقت في عصمة راجل، شفتي؟ جوزتهم يا سيد؟ جوزتهم من ورايا؟ وراك ازاي؟ والألوفات اللي في الدولاب بتاعك بتاعت الشبكة تبقى ايه؟ يا سيد يا سيد طارق. افتح الوسط نصحي. وده ايه ده بقى ان شاء الله؟ جبت الحاجه؟ ايطالي وست سكات. الله عليك يا عم نصح، فين بقى المفاتيح؟ قصص. وقف ليه يا عم نصحي؟ اشتغل انت توكل على الله. استنى عندك يا راجل، انت بتعمل ايه؟ بقول لك ايه؟ مش عايز اسمع نفسك، اهدلنا خالص. اسامه، من النهارده انت راجل البيت، يعني ما حدش يدخل او يخرج غير باذنك ومعاك المفاتيح، ها؟ يلا بقى خد عروستك وخش انت. على ما بعت اجيب لك كباب وبيره عرسان بقى. لا والنبي شفاف ماشي في الشقه مش شايفين. اوعى مالكش دعوه بيهم، اضرب شمال تعال جاي لك. اما انت بقى بلغي الدوكش بتاعك لو فكر أو حتى حاول يفكر يا زبيدة إنه يقرب هنا أنا هكسر له رجله. وأي عكنانة على العرسان اللي جوه هتطلع على عينك. مش معنى إني مش هنا إني بعيد. وحق فرحات أنا هاخده منك يا زبيدة. بس أول ما يأذن لي. وادعي ربك إنه يقوم بالسلامة. عشان حسابك هيفرق معايا قوي. لو الراجل ده لا قدر الله جرى له